كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أيها الإخوة الأكارم، القرآن الكريم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. آيات بينات يتلوها علينا علم التلاوة في مصر العالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا.
إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ خذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا إن له أبا
قال معاذ الله استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما ما شهدنا إلا
ما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وإنا لصادقون والعير الذي أقبلنا وإنا لصادقون قال بل سولت لكم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر الجميل فصبر الجميل فصبر صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تبدأ تذكر وحزني إلى الله
قال إنما أشكو بكي وحزني إلى تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بكي وحزني مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض ليس يموت بأرض سواها. تلاوة سعدنا بها تلاها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي المقيم بمركز مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام. مكبرات الصوت ومخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية على أعلى المستويات حق صابر كساب بمركز مدينة الباجور وسعيكم مشكور جميعا.